تمكنت فرقة البحث والتدخل البياري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران من الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة مكونة من 6 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 30 سنة مسبوقين قضائيا. هؤلاء متورطون في قضية الإخلاء بالنظام العام، العصيان، التجمهر المسلح، الحيازة على أسلحة بيضاء محظورة من الصف السادس، التحريض على خرق إجراءات الحجر الصحي المفروض ضد فيروس كورونا.